السلام عليكم إخوان، مرحبا بكم في هذا الكانتي جديد. وفي شي اليوم الاثنين غدا 32,000 أورو كورس أوروبيان فيها جوج ديال الخيول اللي ماشي فرنسيين ولكن جاريين في فرنسا. المهم الخوت فيشي غيكون في التيسير ان شاء الله. هاد الفيشي هذا وانا مأكد، انا مأكد الخوت غيكون فيه، تكون فيه لاريفي عندنا ان شاء الله. المهم الخوت كاين البروميير بوطو من واحد لعشرة، وكاين توزيام بوطو من الحداش للستاش. البرونوستيك عاطين 14-13 دوز، غالبا واحد فيهم خصو يمشي. تنظن ان التريز كاين، يا اما غيجيب مع الدوز يا اما الكاتورز. وتقريبا لي جوكي اللي راكبين عليه هما لي زابريفار، كلهم ابريفار، ليو ابريفار، الكسندر ابريفار، ماتيو ابريفار، حاطينهم في لي فافوري، في لي فافوري 14-13-12. وهاد فلات ديال لارينكو عود اترونجي، والجوج عود اترونجي. هاد الخيول ديال دوز دو صعيب عليهم الدروة، تلقاو مشكل في الدروة، يعني كورد ادروة كيلقاو فيها المشكل، بالاخص الرقم جوج، بالاخص هاد الرقم جوج الخوت. وخا هو عندي في البرونوستيك عود سويدي جاري في الدروة، ربما يكون موجد ليها، ربما يكون موجد ليها جوج كورسات في الدروة ديسك عليفي، وعنده في كوردومي وعنده في أرجنتان نو بلاسي. هاد الدو الخوت غنحطوه في لا سوربريز، قدر يديسك عليفي هاد العود هذا، نحطوه في لا سوربريز. ودوز تريز كاتورز نظن غيجيو فيهم غي جوج، وغنحطهم بثلاثة في البرونوستيك، ما بغيش نقتل شي واحد. تنقول انا الطريق كاين، اما تريز كاتورز اما تريز دوز. إيه، اذا بغاو يجيبوها قريبة، الا بغاو يجيبوها بعيدة، يجي فيهم واحد عود واحد تما، تنظن هو التريس. البروميير بوطو غنهضرو عليه، الدوزيام بوطو عفوا، نهضرو على الدوزيام بوطو. قلنا دوز تريس كاتورز، وقلنا نزيدو معاهم هاد العود ديال الباكالاجيال، وغنزيدو معاهم رقم 11 اوتسايدر بليفن. هاد 11 الخوت هذا، هاد 11 دوكالير، هاد الخيول ديال تريومف واعرة واعرة بزاف. زعما عاود سون ديسك في غانيو غانيو دوزيام كاتريام. المهم هاد العود هذا واخا دار ويتيام، مشى في الفانسن دار ويتيام، ومشى في الليو يعني غوش. هو اصلا العود درواتي هادي الليو، كان مشى في بروميير بوطو في 25، كان مشى مع كاش دوريب. كاش دوريب عاود ديال الكانتيات، عاود ديال بريات شويه طالعين، وكان مشى في الفانسن، كان مشى حتى في الفانسن، كان في كورس تي، كان دار ويتيام في لوتوستال عند نمره 7، مشى ب 59، مشى ليه فيرفا. كاتيجوري شويه زوينه، ولكن تنخليه حتى هو يقدر يبان. المهم الخيول اللي عندنا قلنا نخليو الأونز والدو في لاسوربريز، ونهزو دوز تريز كاتورز سيس دوزيام بوطو دوز تريز كاتورز سيس. الكنز، أحسن أونترينور كاين هو ديال الكنز ديسباغي، ركب عليها الدو قابل، أحسن أونترينور
في الفيشي هو الدوس باري، ولكن تيفيراج والدوزيام بوتو ما قدرش نحطه في البرونوستيك. وكما كتشوفوا الجيني كورس عاطيه تقريبا 7 ايام، 7 ايام بلاس، ولكن انا ما غنهزش الكنز، غنهز عود واحد ديال تيسباغي في البروميير بوتو، غيمشي غرو اوتسايدر، غرو اوتسايدر. قلنا التريز غيجيب مع الدوز ولا الكاتورز، ونزيدو معاهم السيز، تبقى الأونز في لا سوربريز، وغنمشيو البروميير بوتو. أول عود اللي غادي نتيق به في الأوتسايدر هو الرقم 3 إيدي دي لوازيغ، ديسباغي. ديسباغي ما كيخسرش في الفيشي، ما كيخسرش في الفيشي. آخر كورسة دوزيام فيشي، ديك دي فيفير كان دار بيه سيزيام، وكان مشاب إيدي دي لوازير، هو نيت إيدي دي لوازير في الفيشي في لوتوستار، ما مديفيريش. دابا تنظن ديفيراج عند الطروة، وشدو لا مزاير، شدو لا مزاير، تنظن الطروة عندو البروميير بوطو، هو الأوتسايدر ديال الكورسة. اللي عجبو غيلعبو الطروة، اللي ما عجبوش غيحيدو. بالنسبة لي أنا لعبي أنا غنحطو في لاباز، أول جيم ليا غنلعب هي تريز طروة، بعدا أول جيم ليا تريز طروة، وغنلعب التيرسي غندير تريز إكس إكس، وغادي نزيد أول عود نرشو هو الطروة. قلنا بروميير بوطو دو غنحطو في لا سوربريز، والطروة عندنا، وغادي نزيدو عود ديال الدرو هو الرقم 5 اندو دازيف داميان بون. هاد العود لا مديت كاليفاش كاين، الا مديت كاليفاش هاد العود ديال رقم 5 راه كاين. وغنزيد رقم 6 دامور دوماني، حتى هو مطلوب بقوة هاد العود هذا رقم 6. بروميير بوطو وي طون ديفيريت دي كات بي. قلنا 3 و 5 و 6، 3 و 5 و 6 في السيليكسيون ديالنا، وغادي نزيدو 12 13 14 6 7 ديال الخيول، 7 ديال الخيول، وغنكملو الرقم 9 داكور مايسترو، تا هو ميكائيل كورمي داكور مايسترو. ممكن هاد العود يبان، ممكن جرى جوج كورسات في 2021 دوزيام سانكيان، ممكن هاد العود يبان. هاد العود ديال بري صغير، بريات صغار تيجري في بريات، تنظن بريات صغار قلبتو تيجري في بريات صغار. وريقي لي هاد العود، ها هو الكرونو ديالو، مرة كيكون كرونو مزيان، مرة كيكون كرونو ضعيف، دقيقة 21، دقيقة 20، دقيقة 14. ممكن هاد العود هذا ممكن. علاش هزيت هاد الناف هذا؟ ما كيديسكاليفاش الناف، ما كيديسكاليفاش، ما عمرو ما ديسكاليفا في حياته. هلي انا هزيتو في البروميير بوطو، لو كان مديفي لي كاتر بي نقدرو نبازيو بيه. لهذا تا هو نحطو في لا سوربريز، تا هو الناف هذا. المهم قلنا الخوت تريز، اما غيزيد مع الدوز اما الكاتورز، يعني اللي غيقلب على لا باز غيدير تريز دوز تريز كاتورز، وغيدير معاهم السيز، ولا بغا القنبولة ديال الكورسا ويدير معاهم الطروة ودير اكس. هاد ايدي ديال الوزير تنظن في نظري انا، في نظري ديسباغي، في نظري هو اللي غيقدر يجي، هو اللي غيقدر يجي غدا. تي ديفيرا كيجي، ديفيري كدوزيام كانيو، كانيو دوزيام. المهم الخوت انا كنقول لكم برونوستيك، وما كنبزش عليكم اللعب،
ما كان بزش عليكم اللعب، لا لعبوه هادي ولا ما كان بزش اللعب. اللي تلعب لعبي يرضى بالواقع، اللي يربح بالصحة والراحة، اللي يربح بالصحة والراحة، اللي ما ربحش نتمنى ليه التوفيق مرة أخرى. أنا ما كان بزش على بنادم لعبوه هنايا 100% غادي تخلصوا. أنا كنحط برونوستيك لا غير الخوت، والبرونوستيك اللي كنحطها هي اللي كنلعبها أنا، يعني لا ربحتو نتوما أنا كنتربح، أقسم لكم بالله العلي العظيم. وخا بعد الخطرات كنكون ناسي شي عود، يكون من الاخر وخا كنكون ناسي شي عود وكنتفكرو، والله بحال اليوم، اليوم في الكوارتي كانت عندي 7 و8 و10 في لاباس، والله داك 12 ما بغيت نرشو. علاش؟ حيت ما حطيتوش في البرونوستيك، درت الاكس ورشيت داك 6 ورشيت 11 وحبست، وحبست وطناش فيا، ما نزيد 12 ونزيد 9، قلت لا كنهضر على البرونوستيك، خصني نلعب في البرونوستيك. الا نكذب عليكم الله يعميني. وهادشي اللي كاين الخوت، هادشي اللي كاين. شكرا لكم الخوت. و المهم الى خطأت، راه اكثريه الناس كيعذرونا. وبالنسبه للكانتي ديال اليوم 12، شكرا للاخ ابن النفيس، حط لي الدوز، قال لي هو عاود خطير. عرفتي علاش؟ شدو فرانك بلونديل، مشى معاهم جران فافوري، مشى عليه السوميو، غنرجعوا ليه الخوت. انا دابا راه تفرج في الكورسه وما لعبتش، انا ما لعبتش، ما لعبتش الخوت، مشى عليه السوميو جران فافوري، وملي ركب عليه بلونديل. ولكن عاوتاني تبدلات لا ديستونس، تبدلات لا ديستونس. ايوا هذا تقريبا، هو هذا سيلا واي، شتوف بلونديل سيلا واي. للاسف عندنا الديزناف، عندنا الكاط، عندنا الويت، ولكن دوماج. دوزيام في المليار ونص، ولكن هاد ويتيام في 600 ألف، في 1600 تبدلت لي لا ديستونس، ونفعتو الكوردة عليها بقى لاصق. هانت اخوتي تقريبا مشى جرون فافوري، جرون فافوري مشى بربعة فاصلة سعود، مشى ليه السوميو، مع من مشى؟ مشى مع النورماند بريدج، مع البوليسي اوف تروت، ومشى مع الويت. يعني هاد لالين جابو فيها جوج ديال الخيول، ويت دوز. للأسف الخوت هو الجرون فافوري، هو اللي مشى جرون فافوري أو دوزيان فافوري، ولا غادي ب56 على ودد الويتيام اللي دار، على ودد الويتيام اللي دار. انا ما لعبتش الخوت، قلت انا لا غادي يجي غير فافوري هادي، ما بانش ليا فيه، ولكن خلص كان مشى معاهم الاونز. وكانت السيت هذا ما شفتوش انا كي داير بعد، انا هيكون جاي من بريات صغار على ما اظن، جاي من 80 مليون دوزيام، ولد شانتيلي، ولد شانتيلي هاد السيت هذا. ايوا اخوتي هادشي اللي كاين الخوت اليوم، ومخلوفه مخلوفه مخلوفه ان شاء الله الخوت، مخلوفه الخوت، حيت كلشي، حيت كلهم لوريجي، راه كلهم لوريجي، راه هي اللي العود اللي تيكون في نهارو راه غايجي. كان من بينهم هاد الرقم 12 كان في نهارو، العود كان نشيط اليوم، والسيس كذلك كان نشيط. يعني الا دازت واحد 3 ايام ولا 4 ايام وجراو هومانيت،
ما غاديش هاد العريبي، يقدر الويت كان مرشح يقدر يجي، ما غايجيش هاد العريبي، اجي وي العريبي اخرى وانا مأكد 100%، يعاودو هما يجريو نفس الكوردة نفس كل شيء، ما غاديش ويت دوز سيس كات ديزناف، غادي العريبي اخرى. حيت الحيوان راه كبحال الانسان، كاين العود اللي ما راسقاش ليه جري، ما العود ماشي نشيط في داك اليوم، يعني المزاج ديالو ما مزيانش، اللي كيجري عادي، ما عكس الخيول اللي جات نشيطة وفي نهارها راه نفس الحالة ديال الانسان الخوت. هادشي اللي كاين الخوت، وتحية تقبلوا مني، وكنشكر داك الاخ اللي تيقول لي ديما ديزلايك، كنشكرك اخويا، وهانية هانية صاحب ديزلايك، هانية، تحياتي لكم ومع السلامة.